هلا بالنسبه لهي الحمله هي مختلفه تماما عن باقي الحملات بسبب استخدام نظام الطيران المروحي، بسبب استخدام راجمات الصواريخ اللي هي اول مره بنشوف منها نحن بالغوطه الشرقيه، عم يكون استهداف المناطق السكنيه البحته. غير باقي الحملات عم تكون مركزه على المناطق العسكريه، لا هي الحمله كانت مركزه على المناطق المعجه بالسكان، عم يستهدف المناطق براجمات الصواريخ، كل راجمه لا تقل عن 50 او 60 صاروخ، عم يضرب 4 5 راجمات ورا بعض، عم يكون في استهداف مباشر لفرق الدفاع المدني اثناء العمل، اثناء تفقد اماكن المستهدفه، اثناء اسعاف المصابين، عم يكون في استهداف لهم اما بالطيران المروحي اما براجمات الصواريخ. طبعا نحن في صعوبات كثير عم نواجهها بهي الحمله اللي هي استخدام النظام لماده الكلور. طبعا الصعوبات عم تكون انه عدم توفر المواد الوقائيه اللازمه لفرق الدفاع المدني، عم نواجه صعوبات باستخدام ماده النابالم، كمان عم يكون في عندنا عدم امكانيه انه نحن نحسن نغطي هي الحرائق بسبب انه ما في عندنا مواد نحن متوفره لمكافحه هي الحرائق. صعوبات اخرى كمان واهمها هي عم تكون فرق الدفاع المدني عم تتعرض لقصف كثير قاسي براجمات الصواريخ اثناء عمليات الاسعاف والانقاذ للمدنيين. في السبق تعرضنا كثير لمواقف صعبه. بالنسبه للصعوبات الثانيه كمان وقت اللي عم يكون في عندنا ناس تحت الانقاض، كمان عندنا صعوبات كبيره هي بسبب نقص بالاليات الثقيله، نقص بالمعدات، نقص الغذاء الكامل لعناصر الدفاع المدني. يعني صدقا اخواني هلا الدفاع المدني وصلت مرحله انه اعصابه تلفت بالكامل، صرنا نلاقي في صعوبات كثير نحن عم نواجهها بهي الحمله، هي مختلفه كثير عن باقي الحملات مثل ما ذكرنا السابقه. بدأت الحملة تقريباً منذ 13/1/2018، ثم ما لبثت أن بلغت أوجها في 24/2، حيث شهدت تصعيداً غير مسبوق آلاف القذائف والغارات على الغوطة الشرقية بشكل عام، مما أدى إلى تهدم الكثير من الأبنية السكنية. كما هي العادة بالنسبة للنظام الروسي، يستهدف أولاً المؤسسات العامة التي تعمل في المدينة، تم استهداف النقاط الطبية، المجالس المحلية، المؤسسات الإغاثية وكل مفاصل الحياة في المدينة، تم استهداف المدارس والمساجد، خرجت العديد من المؤسسات عن الخدمة، خرجت العديد من الآليات عن الخدمة كذلك بسبب هذا الاستهداف. اضطر الناس إلى النزول إلى الملاجئ الغير معظمها غير مناسب أو غير صحي، هناك أعداد هائلة في الملاجئ. وين عم يروح عليه حجي؟